كون وردي سواني نو نازل مرحبا يسوان غير غميس نسيت سلام رون غلاف مزورون وردين بدوي ورصيل ريو نغلاف ندخل تجمويا عن العامة صلاح الدين دحمون ام ضبران انتمان الولاية ادرار شقع عن المعاونات ايوذين طارن سق حمالا انقورا يتمنى تديز كان غفت ليسا اكذا وطن يتابع عن غارتي ذان المالي ثمان برج باجي مختار ودور ثقيزتنا ادي لي يشقع المعاونات النظام محمد خضراوي نتاث لخدمة التزعيم تهريت المقاطعة إداريث أن برج باجي مختار قل الولايان أضرار الفايت 180 توشولين سيق البدو الروح الإديوسان أقضوار إقضواتين إيها غبيرين جرن تمورثن نغة تمورثن مالي الزفرن تخسارين ذي نظران قل حملة النوثي مضن المتضررين هم جزائريون يقطنون بهاته القرية. على هذا الأساس قررت السلطات العليا للدولة وعلى رأسها دولة السيد الوزير الأول وتحت إشراف وبتعليمات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تخصيص مساعدات إنسانية وتضامنية لهؤلاء المواطنين. مبادرة تغطو سد فلا أجنة ورغدوسن يكضاوة في ضنات رقندوسن قندوس الترزين بونا نشكار الدين تغرد ويسيها منين دغ مبادرة دغ حسني تلالة هون دغ دق لنا مكنسة نجدد شكرنا للوزير الأول ولوزير الداخلية على المبادرة وعلى ولنواب المجلس الشعبي الوطني ولمجلس الأمة الذين تحركوا لنجدة أخوتهم وكما نجدد شكرنا إلى المؤسسة العسكرية وإلى أعيان البلاد وإلى الجمعيات الخيرية نشكرهم كل الشكر على هذا الإنجاز وعلى هذه المساعدات أجدد الشكر للوزير الأول ووزير الداخلية وجميع السلطات عسكريا أو مدنيا أم عوان تمرني وثن الجهة الجارية من ضمن الولاية البلدية برج باجي مختار ياسي معشورة ذي مقرن الأعيان هسهون فليم المعاونة ثو قافلتين اللي راهي جايه من ولايه اضرار ان شاء الله رايحه تدعمنا بنفس المواد الغذائيه الافرشه الخيم المواد الغذائيه كل ما يستلزم لعمليه تمويل المناطق هذه اللي عرفتها المنطقه هذه نتذ انه بثم زوارت المعاونه في معشوره غنتخبيرين ويترجى غنوبث نظن قسن وايدي تسن أنا غلاف ندخل تجمويا عن العامة صلاح الدين دحمون يرزغ الولاية انتغاردي تلقدون مهالة مثوغي غالن لمن عبد القادر قرابوه دبا أندايف كالامار إفدو الخدمة المقار لمن ندايرة إتغي وانت المنصورة بونورا لقد الزلفانة أنا غلاف ندخل إيوصا غفو قادر غالن لمن إيمزغ ويصحرا غفو تكين سندوك اختيري إسن فارن ويجي أورسي أنتو قدوت أنا غلاف ندخل إنادي لقد يلي يسخدم النصة دقي طيج دي يكتير ميسين الندولة على دغاي الجوام مع لك ذل لكولات وقاين يعني نرايني مزداغة في تالي تنفذو لك ذل حج يوكد دون غلاف باللي يدي لي الزمامة قيدي يكو إلموسن إغالن لمن نتمورس سيجار المظرات دي تيلين دك فردان الولاية عم بشار تي وغاغي فردان السسبة وقضاع إلغمان إي فردان سهيلة بدنيا إلغمان تفلاك نصحر الثوق سيوض يتوسن فلاسن قورن سلاقل وصل قضعنا بريد كورن ذي الغرضنسن وذاغي التلي ومخالف إلى غمان يتواسن ننس الصبر تولان ذي المضرف سقيم داقاش نذكر روسين إينقن سيفور يكون ماشي بسرعة يسبقها لتحركاتها توقع الكارثة منها الكارثة اللي بالضيع منها الكارثة حتى السائق راسه ضيع راسه ضيع السيارة نتاعو القدرون على النقطة الأولى اللي جات فيه من السحاب فخورية كما نقولوا احنا تدير الحشيشة على حاجة القدرون وندير حاجة على حاجة القدرون الحشيشة البعير كيف طماعين يشوفوا الزراق هذاك يجوا باش ياكلوه هات تكون لك صيدة تكون لك صيدة هذا هو المشكل في الليل ولا في النهار؟ في النهار وفي الليل حتى في النهار تصرى دائما أتخرثني الغمان ذي تزايرة بدان قوذ ميس شرغني عويقا ذي المضرث محل فاذ لا لا كاث تيخو ناغذو سر ولنسن ذو تشون وكسومنسن سو خلال ذي شرى الحنايض والتسن دثان إمدا قشنة كروسين أقلان ذي السبث ذي قوخر نورا باغني الغمان ذي قوى دايا قرضال نتزاير بشار فيها ضيعت البل موتها ياسرة كثيرة
كثيرة موتها. راه كاين الزوايلها غالية الزوايل، كاين البعير اللي يدير 14 مليون، كاين اللي 20 كاع حوالي يديرها البعير. ايوا ايوا انت هو الموال يضيع مسكين في رزقه. وهذا الابل يعني راه يكلف ارواح خسائر مادية وبشرية. حنا نتمناو يعني تكون عندنا الحيطة والحذر بالنسبة للسواق، يعني يسوقوا بحذر. إمتى قاشن تكروسينا سلا ذي لين الغمان ذا غير ذيسن هاتي لي لخسرت ثلاثة الجهات بنادم الغمان ارني لخسرت نتكروسينا أفو ماغ إلا قان رأيتي وسي الغماناغ أن المذ باللي باب العقل دايما يتي لي ذي الرحث ماشي حلوني يتفرسن. ذو خا مربيت كملو هجي يوم قرن الحجاج إيزايريا دي من ضغى ثرفاح تيلان غفو قروين الحجاج إيزايريا تفد غفو سدوغ الشغال وهجي يقيضون على حساب الوصيف غف إميس فهم في اللسن. زيادة تفاصيل لك محمد خضراوي. أبدي في الخدمة سينجي قيضان الحجاج أن تمرث النغي عرفة غذ النبث أنكارث أرنية سحر الصف وضمان ما تحوج أن الحجاج سيكو مان ثريسيتي دوس صمد تاويلات اللمان. مخيم الجزائر الذي يضم 14 مكتب، 7 للديوان الوطني للحج والعمرة، و 7 للمختلف وكالات السياحة والأسفار، بالإضافة إلى مكتب خاص بالحج المميز. أولا نحدد مواقع المخيمات عرفة بالنسبة للحجاج، نعين كذلك نعين كل المداخل والمخارج، ما هي الأماكن مواقف الحافلات أين سينزل الحجاج من أين سيركب حتى نسهل عملية إما النفرة أو الوصول. وذا غيمين من يسكم لنا سنجين 14 مكان إيقيضا والجهد يتمقاغس سنجين التويلة ثيس يستقبلنا الحجاج محل من خلاق الحال. البعثة الجزائرية حريصة على أن تكون مخيمات الجزائريين وفق ما تم التعاقد عليه، خاصة فيما يخص يعني الخيم ذات المعايير الدولية الألمانية الصنع. بعد المعاينة تم تقدم في تحضير هذه المخيمات لحجاجنا الميامين وسيتم آخر استلام يوم 5 ذي الحجة. أكثر 36 ألف من الحجاج من الجزائر أملا يمن يمين أن تعرف بشير الركن ويس 5 الدين النقر. الثالثة جين ومير يلدو سوفغن النيغو مليون قنطران النعمة ويلدو سفايديس 15 ماشينين ميت في ثالثة جين ومير. محمد خضراوي في كلتا النظام. نتان دي لسن تفلاح ديس 50 اللقطارات السفايد النزيسي فلاح نوس العقم الامتياز وقن بذو وجه ذا قرضة لقارنت بصح غرس خلال خرواس قال الإدارة. ما عطاونيش تريسيتي أنايا، هاني حابر رامونا هاني حابر زوج بيار نديكم نشوفوهم راهم بوك وغطهم وكلش، ما كاش اللي داها فيا كاع كي نهضر تريسيتي، واحد يقول لي هاك واحد يقول لي هاك واحد يقول لي أنا ما فهمت والو. الأرض هذه إنتاج تاعها إنتاج وفير جدا، سيرتو إلا كان سقيتها وكانت النو والمطر وكاع كينيا. تلحقي حتى 60 قنطار في القطار. امشان ولن تنذي 300 القطارات سجار 16 يولاسي مولان سن اي وادسلي وكل سكواس خدم نزي سن 8000 ضزرع. خصصنا 300 هكتار تاع لا سومونس سنه، ما فيها القمح اللين والقمح الصلب وشعير، فيها 50 هكتار تاع القمح اللين و20 هكتار تاع شعير والباقيه تاع 300 هي مخصصه للقمح الصلب. وقيمته يعني انا لا يمن الغله تبدا فلاس التعاونيه نزرع اقلا نخدم في صافي النس. الفلاح يجيب لنا المحصول تاعو بروت، حنا نقوموا بعمليه تصفيه من الشوائب من الحب المكسر من يعني مختلف الشوائب. الفلاح كيجي عندنا يكون عنده اون سيرتيفيكا مؤقته يدخل بها المحصول تاعو، بعد عمليه التصفيه نبعثوا ليشونتيون يعني كميه قليله تروح للمعهد الوطني لانتاج البذور والشتائل المتواجده على المستوى الحراش، يقوم بعمليه المراقبه النهائيه يعني عمليه لا جيرميناسيون يعني هذه البذور لا تصلح النسبه تاعها في الجيرميناسيون الانتاج وعمليه اذا كانت صافيه. وزرع الزفر صافي النص الساغانتي فلاحن ايوسينجي ايوسكواس جديد. 225 إيغوردان يدي روحن سقوطة سنتغي وانين الولاية عن إليزي غار ثمانغ في لقوذة تيبازا وسعدين وسنستعفو غفيري البحار. روبورتاج إبراهيم بالخير.
فلن إغر من مدان وين البلديتين تين الولاية تان ليزي الراون ويغد غير تنيرسي كين تصنفة تنويلا دغجلنا تنجري والولاية تان تيبازا رانا رايحين لبحر نصيفو رايحين نحوسو أنا في عطلة نتعرفوا على أصحابنا واحد أخرين نشهدوا اليوم انطلاق كث حفلات من الأطفال بعدد 100 طفل العملية مست جميع مناطق النائية وجميع البلديات الولاية بطبيعة الحال الوجهة ولاية تيبازا جميع الظروف مهيئة لاستقبال هؤلاء الأطفال واللي نتمنوا إن شاء الله أنهم يفوتوا عطلة سعيدة بما فيه يعني برنامج تربوي ترفيهي إلى غير ذلك وما فيه كذلك من الاحتكاك والتعارف على يعني الأطفال من مختلف مناطق الوطن أرى وني لقلين لقلين كان نسن لقلين ودي أقل جاء كان نسن دا طهوسا دا جريو تميضي اسم مستمر ونرى وهضن أي نهلن أما سنك لأن العاصمة دغ الدويرة العاشور دغير يتنسي كين تصنفة تغ نويلن ودقوا سنية وكنا البرنامج دغ يتجمي أسيجات داسم الأموس نتجي تقالت تغري رايحين المخيم الصيفي رايحين صيفوا بعد ما دينا العطلة رايحين العاصمة وإن شاء الله نروحوا بسلامة ونرجعوا بسلامة أطفال المخيمات الصيفية للدورة الثانية المستفيدين من إقامات صيفية ضامونية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة مقسمين على مركزين مركز بالدويرة ومركز بالعاشور هايو كين السنجمان دتام التماض نار راود فنين البلديتين مدانة الولاية ليزي أي النهلا إجلانة النجري ودغ الولاية بجاية التبازة للعاصمة دغير نتسيكين تصنفة تدميرا أولاغنين والغولي فنت محديت ساغنا وثي وكدت باللي يون أور فرافي سلم إيمانيس إلى عسكر ديتا من راست ثمة عسكريت في ستة اسميس شريف قرنس أبو محمد إكشمير فرافس قواسن زوجلاف أوستاش يدس تمكو حلت كلاشينكوف لكو ثلاثة المخزن المناص نث البومبث أوفوس أيا قديني دي تفقينا الخدمة العسكر وقطي سير فراف دور الصين لمان ذي ثمورت ستمني ظنوي في ديزة الجريمات ونضمن العسكر ذي جانات الرند السينن ولات لقد الجروب انتري سيتي وجدار ميان ديت بسا حبسن سيني مستجار لهيوف وراند 4 كيلو لهيوف لقد 980 غرام يسوف وسفر نلفاروز ديك سالن اللجنة سلوين تسقامو تيمناي ان الخير تفريق ذي السودان يفرحد باللي صوضا غار مسفهم ير وسقامو العسكر لبدي غالن نولغون تللي ذو فدل غاف سوقة تنقيضين زمام من ولغو امن داو اي ناري الدين افريد وشرك ودفو ير العسكر لي سيفيل اي ثالثة جي العظيم أدنو غال غريسة لن نتمرت نوض وحريش المعاونة يار تغيوانين أي فاغذ ونزول تغيوان تنل زير تلمست قمن زون غشت ثاقاد دورت ثذل سنت تغيوان تنت منطيطي كشماني المعاونة يار سنات تغيوانين اسقواسن 1997 يدي تهجينا بدل ذقذلس يار سين إذي سن ذفو دي تقمي ثذل سنت نل زير لبذ الحرفة وفوسي تكسب الويلة ياغن أدرار وذقو مراحم بورسعيد الساقيا غف سبعان تمديث أدي لي ثمغرا صغور تربحت إي نظر إدي يرزن سي أدرار الصناعة التقليدية بما فيها الفخار الأسود كما قلت كما كذلك فيها الفضة كما كذلك فيها ليطابي بجميع أنواعه الأعمال الصوفية هاد كل هذا الزخم اللي أنا تكلمت عليه نتاع هذه المواد وهذه الصناعه التقليديه هي راهي موجوده امامكم على كل حال غنيه على التعريف ثانيا مفتوحه للبيع لان البيع كذلك يزيد بالفائده للحرفيين هذا الصيف هذا رحبنا بهم احنا على مستوى الجزائر الوسطى وان شاء الله ستبرمج رحلات على مستوى بلديه طمنطيط وين يكون استعراض فيما يخص الاحترافيين الجزائر الوسطى في منطقه طمنطيط تقدل العسكر تبدو غسات ذويل تاتيس خمسة نورارا العسكر إيه رغلنا ذي ثمورث النروس أرتمان سعان تموراغ النظام وريك من ألم 17 غشت التكين ديس 39 نتمورا يرسنت الزير أريتكين إثيكلت في السنة
وسمحتي تربعت ان تمورث النغن العسكر ثبوت غارت مناخ موسكو السن 29 جويليا عدان وسينا روح غارت مدينة بيسكوف عند اثني مقر وسلواي نتسقاموت ايديه كان ثذويل تاقي تربعت ثبدا اهقي وتكي اثم زيزلت وسمحتي تاذغن تربعت ان تمورث النغن العسكر ستيكيا اثيكلت ثم زواروث اثي ذويلت اي عدان 18 جويليا الميد 11 غشت زوجلاف و 18 تربعت تبيد ارز نروح انت من غيوت لقدر روح انت ربعت اذا استعرف غفو مشواريس افازن ذي ثلذويلتني ارثما نيقماض ايدي فقنن انرنين يسوير اينا دالن اي عسكريين نتمورثنا دقو سوير نودال العسكر اي رغلان ويجي سن مجهود امضبرن اعلين العسكر نتمورثنا. صنعاء تسريجين سيار الحرفة ثفوس إسيث مشاع الولاية غن البياض إمي مزدغيس تكنزل مقرن إعاوديون ألا دغيمي تمنى طاقية تيلي دذيس ورارن الفانتازيا لكتزل سي عاوديون سهلة بدنيا إكسان غرسنا مكان تلقيم ذي مراغي عربين وصل خصوص للحنايد نرداخل ذي مرثنغ وربا غنسن يتلي قخلان انتكال وقلم دادن وشبح ذو زوخ الزيسن حال ماكي مولان يكسان تقنا سمح نقفة ونسن في جلتة سوجد النوتشو إيعو ذا ينسن وصلوا سن إحوي تزغين باشا الوالد نتاعي والجد نتاعي كانوا فرسان يمارسوا الهواية نتاع الفانتازيا وعدهم علاقة بالسرج وبالصناعة التقليدية ولكن ما كانوش حرفيين كانوا عندهم يعني ميولة لهذا المجال. أما أنا شخصيا تكونت ووليت حرفي في صناعة السرج وكاين طابع خاص يعني في السرج البيضي يختلف عن مثل منطقة ولاية تيارت أو سيدي بالعباس وسعيدة. ساعة زاهي مع أحبابي في زقرا يا يا وساعة حالقي للمولى نشكيه. الولاية البيضة توسن وحديث ورقم يثري ديور يكتشبح نحويث واغسي ولان المقاومة في شعبيث يكتو غيبت فلاس الشيخ بو عمامة ذي الجهة غربيث نتزاير وقود من عضوة رومية. هو السرج أول حاجة يبدأ بالعظم، العظم اللي هو الهيكل اللي يرفد قاع الشكل يعطي له فورم تاع السرج وهو العظم. العظم الخشب الزيتون أو القندول أو العرعار، يعني الخشب الدير، يعني يكون خشب متين. نتفكر كي كنت رئيس مشلية وفارس معلوم تعرفني العراش برانيس جريدي وشدة زاوية وسرج المجبود مثله ما يسعاش، شوف الحسادين ما داروا بيا وهرسوني هرس منه ما نبراش. والحيث يدي الصناعة الأمكان تنتحويذ المنظومة الفانتازيا السومة النسية تيلين سي 25 مع 300 مليون سنتيم فهما يلاقى بدي أكوذي مزيان في جلتا أخذ منه غير أغنى الحرفات نزيك مزقيلي وحراز نتيجة التاغ الجدوذ. وسوكا دنك فاغمي سنة تنمير فيكم ودي قيمة يدنا غنجي ونثلويث أرثين ليليث.